العلاقة ما بين الدكتور العبادي وزعيم التيار الصدري شهدت فتورا في الآونة الأخيرة، ما السبب؟ يعني لا أسميه فتورا، هو الرجل فترة طويلة كان غادر العراق، ثم تعرفون حتى متابعة مع باقي القيادات ليست بتلك يعني الحماسية مثل السابق. مع ذلك أنا أكون كل احترام وتقدير للسيد مقتدى الصدر، نعم، وأعتبره صديقا، يعني عملنا معا لفترة طويلة بالإضافة إلى الكتل السياسية الأخرى. كانت تلك الفترة فيها جزء من الشد، جزء من مواجهات ربما، بس بيها تفهم واسع وكبير. وأتصور في تلك المرحلة صار نوع من المصالحة في البلد، يعني بالرغم من بعض الحساسيات. ما ممكن نشوف، هل العائلة الواحدة تسلم من المشاحنات، تسلم من شد وأخذ ولد؟ ولكن عليك أن تحافظ على العائلة، نفس الشيء العراق عائلة، علينا أن نحافظ على، خلي نختلف في بعض الآراء، نختلف في بعض المواقف، بس مصلحة البلد هي الأساس، وكلنا مركزين على مصلحة البلد. أنا أتمنى أن نعود مرة أخرى لهذا التعاون، البلد يتعرض إلى تحدي قادم.